حياكم الله. أفاد حزب الله اللبناني بأنه لم يبادر بالاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبع الحدودية، وبأن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي، حيث أكد الحزب أن كل ما يجري تداوله عن إحباط عملية تسلل من قبل إسرائيل غير صحيح. وشدد الحزب على أنه سيرد على مقتل أحد مقاتليه في سوريا، كما قال حزب الله في بيانه بأنه لن يسكت على الاستهداف الإسرائيلي لأحد المنازل في قرية الهبة. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحبطت محاولة تسلل لمجموعة تنتمي إلى حزب الله اللبناني باتجاه أحد مواقعه عند الشريط الحدودي مع لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفر شوبة وفي محيط موقع رويسات العلم. وقد سبق للجيش الإسرائيلي أن أصدر تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان للبقاء في المنازل، كما قرر إغلاق مطار قريب على خلفية التوتر. بدوره طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزراء حكومته عدم التطرق لتفاصيل ما حدث على الحدود اللبنانية، مؤكدا أن الوضع قابل للتصعيد وما زال متوترا. كما حمل نتنياهو لبنان وحزب الله مسؤولية ما وصفه بأي اعتداء يستهدف الأراضي الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتابع التطورات على الحدود الشمالية مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. وفيما يشبه التناقض في الرواية الإسرائيلية، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن الجيش قتل ما بين 3 و4 عناصر من حزب الله حاولوا التسلل داخل منطقة فك الاشتباك أو ما يعرف بالخط الأزرق. وأكد بيان عسكري للجيش الإسرائيلي أن الحدث لا يزال قائما، وبحسب أفيف كوخافي رئيس الأركان في القيادة الشمالية العسكرية فإن ثمة أياما معقدة ومتوترة أمام الإسرائيليين. تنضم إلينا الآن شبكة مراسلينا، وأبدأ مع جويس الحاج خوري من الحدود اللبنانية في الجنوب. جويس، هل ما زال الطيران الإسرائيلي يحلق فوق الأجواء في الجنوب؟ بطبيعة الحال ريما، هو في الأيام التي سبقت ما قال إنه عملية كان يحلق بشكل مكثف، وكذلك قبل إعلان ما أعلنه الجانب الإسرائيلي كانت طائرات الاستطلاع تحلق في عدد من قرى الجنوب على علو منخفض، تزامنا أيضا مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي. كما بات معلوما، هذه العملية التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي والتي قال إنها تمت في تلال كفر شوبة التي تتصاعد منها ألسنة النيران في هذه الأثناء جراء القصف المدفعي الإسرائيلي في هذه التلال، نفاه حزب الله في البيان الذي أصدره. ولكن اللافت في بيان حزب الله أنه لم ينفي وجود مقاتلين له على الحدود، هو قال أن إطلاق النيران حصل من طرف واحد، لكنه لم يقل أنه لم يكن يحضر لعملية، لم يكن أن مقاتليه غير متواجدين على هذه الحدود. وبالتالي هو قال أن الرد سيأتي، وهذه المرة الرد سيكون ليس فقط على مقتل علي محسن، وإنما أيضا على استهداف منازل للمدنيين في منطقة الهبارية. هنا أشير إلى أن القذيفة التي سقطت في أحد المنازل في الهبارية لم تنفجر، وبالتالي تم إخلاء المنزل والمنازل المحيطة به من قبل فوج الهندسة في الجيش اللبناني لإزالة هذه القذيفة. هنا الجبهة إذا جاز التعبير باتت هادئة، فقط يمكن رصد ألسنة النيران جراء القذائف التي أطلقت لتطويق هذه المنطقة من قبل الجانب الإسرائيلي، منعا لأي تسلل يمكن لعناصر حزب الله أن تقوم به بعدما قيل أنه عملية. ولكن كما ذكرت، طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية تستمر بالتحليق في هذه المنطقة منذ ما قبل هذه العملية.
لنرى الوضع على الجانب الآخر جويس مع أمير الخطيب الذي أيضا ينضم إلينا مباشرة من شمال فلسطين، من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بك أمير، كيف يبدو الوضع حيث تتواجد في هذه اللحظات؟ نعم وسام، جميع الشوارع والطرق الرئيسة هنا في المناطق الشمالية مفتوحة كما ترى، لكن هناك تواجد لحواجز تقيمها حواجز مشتركة تقيمها الشرطة الإسرائيلية وأيضا فيها بعض الجنود الإسرائيليين. يعني تستطيع أن ترى من خلف هنا هذا الحاجز الذي يقع عند نهاية كريات شمونة وهو تجمع سكني إسرائيلي. عند هذه الحاجز يتم أو الحواجز عموما يتم التدقيق في هويات جميع الإسرائيليين الذين يتجهون إلى أقصى الشمال في الطريق من مركز إسرائيل وحتى هذه المناطق الشمالية. شهدنا على الطريق العديد من الشاحنات التابعة للجيش الإسرائيلي تنقل مركبات عسكرية إلى المناطق الشمالية، وهذا يدل على تعزيز ودفع بتعزيزات نحو المناطق الشمالية. حتى هذه اللحظة هدوء يعم هذه المناطق الحدودية إن صح التعبير، ليس هناك من تحركات غريبة. لكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي وبحسب بياناته الواضحة جدا إنه يتوقع أن تكون عمليات في الساعات أو في الأيام المقبلة. الوضع ما زال متوترا، وهذا أيضا ما يتوافق مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي منع وزراءه من التصريح والإدلاء بإفادات حول ما يحصل في الشمال، كون العملية لم تنتهي حتى هذه اللحظة. وسام. نعم أميرة، أنتقل إلى بيروت مع محمد شبارو. محمد، أمامي الآن بيان حزب الله حول ما جرى عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ينفي أي عملية أو أي اشتباك مع الجيش الإسرائيلي؟ نعم فعليا كما بات معلوما نفى حزب الله وجود أي اشتباك أو حصول أي اشتباك من طرفه على الأقل مع الجانب الإسرائيلي. هذه الرواية يمكن القول على صعيد بيروت أو القرار هنا في العاصمة بيروت ترك ارتياحا في الأوساط السياسية وخصوصا في أوساط الحكومة. ننتظر بعد قليل ربما هذه الليلة أو صباحا صدور بيان عن قيادة الجيش. هذا البيان سيلخص ما حصل في جنوب لبنان. طبعا لن يتبنى رواية حزب الله بالطريقة السياسية التي عرضت في بيان الحزب، ولكنه في المقابل سيفند عسكريا ولوجستيا ما حصل في جنوب لبنان. هذا البيان تنتظره الحكومة اللبنانية لتبني على شيء مقتضاه. ما حصل في الجنوب اللبناني بالنسبة للحكومة اللبنانية سيكون أو تعريفه سيكون اعتداء على السيادة اللبنانية، بما أن أي عمل عدائي لم ينطلق من الأراضي اللبنانية. سيحضر هذا الملف على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع الذي يعقد صباح يوم غد، وأيضا على طاولة مجلس الوزراء بانتظار الخطوات التي ستتخذها الحكومة. هذا الرواية التي قدمها حزب الله يضع ما حصل في جنوب لبنان في إطار خرق القرار رقم 1701 الذي أقر في العام 2006 بعد حرب تموز، وأيضا للمعاهدات أو القرارات الدولية ذات الصلة، وبالتالي ستبني الحكومة موقفها على ذلك، وقد تلجأ بطبيعة الحال إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة وأيضا لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان. ذكرت نقطة مهمة تتعلق بالبيان الصادر عن حزب الله بانتظار تفنيد هذا البيان عسكريا ولوجستيا، ما المقصود بذلك؟ يعني نحن ننتظر إيضاحات أكثر حول ما جرى وبالتالي لا يمكن الاعتماد فقط على ما جاء في البيان حتى الآن؟
لا ريما، بيان الحزب كان بيان بصبغة سياسية، هو نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع الجانب الإسرائيلي، ولكن باقي البيان كان بيانا سياسيا بالمضمون. البيان المنتظر من الجيش اللبناني سيحدد أولا نطاق الأراضي التي تم قصفها إسرائيليا، الأضرار التي حصلت إن كان في المنازل أو في الغابات المجاورة، إضافة إلى عدد القذائف التي أطلقت على الداخل اللبناني. كما بطبيعة الحال سيشير البيان إلى أنه لم يصدر أي عدوان من الأراضي اللبنانية. تاليا هذا البيان الذي تنتظره الحكومة اللبنانية، لأنها بطبيعة الحال لا يمكن أن تخاطب المجتمع الدولي ببيان غير رسمي صادر عن حزب سياسي في الداخل اللبناني، تنتظر هذا البيان لتقديم مقاربتها السياسية أو طريقة تعاملها مع هذا الملف دبلوماسيا في الأيام المقبلة. نعم محمد، ننتقل إلى القدس مع مراسلنا أحمد جرادات لنستوضح التصريحات الأخيرة والمتوقع من هذا الاجتماع لبنيامين نتنياهو. هناك توقعات بأن يكون هناك مؤتمر صحفي أيضا لنتنياهو وبني جانس بخصوص ما حدث اليوم، هل رشح أي شيء، خاصة وأن هناك من يتحدث عن تناقض في التصريحات الإسرائيلية وهو ما دفع بنتنياهو إلى رفض الإدلاء بأي تصريح من قبل الوزراء؟ نعم، يعني بعد قليل هناك مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي بني جانتس بعد انتهاء مؤتمر وانتهاء عفوا اجتماع التشاوري بينهما في مقر وزارة الأمن في تل أبيب. حتى الآن ربما من المتوقع من هذا المؤتمر أن نستوضح أكثر ما هي وجهة الرد الإسرائيلي بعد ما حدث اليوم على الحدود مع لبنان، أيضا أن نستوضح من أو يتحدث أو يتطرق المسؤولين الإسرائيليين إلى نفي حزب الله. حتى الآن لا تأكيدات إسرائيلية ولا رد إسرائيلي على نفي حزب الله عن هذه العملية، ولكن وحتى الجيش الإسرائيلي لم يرد بأي شيء، ولكن سرب الجيش الإسرائيلي لأحد الصحفيين الإسرائيليين عن أن الجيش الإسرائيلي قام بتصوير فعليا هذه الحادثة بتقنية الفيديو، وربما ينشر الجيش الإسرائيلي فيديو للحادثة التي جرت على الحدود الشمالية مع لبنان. الآن في إسرائيل هناك حالة من الترقب، وهناك أيضا خيارين، إما خيار التصعيد أو خيار الهدوء، وكما جرى في قبل عام من الآن في آب أغسطس الماضي بعد عملية التصعيد التي جرت على الحدود الشمالية عقب عملية إسرائيلية بطائرة مسيرة فوق الضاحية الجنوبية. متوقع أن يستمر الهدوء إن قوبل بهدوء من حزب الله، أو إن لم يكن هناك أي رد أو عملية أخرى من حزب الله. وأيضا هناك من يرجح بأن هناك إمكانية واحتمالية لتصعيد، حيث هناك تسريبات تتحدث عن أن تقديرات لدى جهات إسرائيلية سياسية أنه هذا هو الوقت المناسب لمواجهة حزب الله. حزب الله الذي يمتلك أكثر من 150 ألف قذيفة صاروخية عفوا بحسب مصادر إسرائيلية موجهة إلى إسرائيل، حان الآن الوقت المناسب لمواجهة حزب الله لعدة أسباب، منها وجود ترامب في الحكم، الأزمة الاقتصادية التي تمر في لبنان، الأزمة الاقتصادية أيضا داخل حزب الله، وإضافة إلى انشغال العالم بفيروس كورونا. هذا التيار الذي يرجح أكثر التصعيد خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك تيار أيضا عقلاني يعتمد على إمكانية احتواء الموقف إن لم يكن هناك تصعيد ميداني، لا سيما بأنه ما جرى على الحدود الشمالية بحسب بيان الجيش الإسرائيلي لم ينجم عن أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي حتى الآن. نعم. وهذا ما يمكن أن يكون خطوة أمام التهدئة أكثر للتصعيد. نعم. نعم أحمد، أعود إلى جويس أمير، ذكر أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو الحدود الشمالية، ألا يتم رصد أي تحركات إسرائيلية غير اعتيادية عند الحدود؟ في المنطقة التي نغطيها هنا لا يمكن رصد أي تحركات، وإنما في المناطق المتواجدة مثلا في كفر كلا وفي العديسة وفي منطقة الخيام عادة يكون هناك تحركات للدوريات الإسرائيلية في المنطقة المتاخمة لهذه القرى الجنوبية والتي يمكن يعني رؤية هذه الدوريات، ولكن منذ إعلان حزب الله
عن الرد على هذه الغارة الأسبوع الماضي، وحتى عندما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إرسال تعزيزات إلى الجانب الشمالي من إسرائيل لم نتمكن من رصد أي تحركات. بالعكس، التحركات الاعتيادية تم الانكفاء عن القيام بها. المزارعون لم يعودوا يخرجوا إلى الحقول من جانب مستعمرة المطلة ومستعمرة مسكف عام، وبالتالي الإجراءات التي يتخذها من ناحية التعزيزات تترافق أيضا مع انكفاء داخل المراكز العسكرية للجانب الإسرائيلي، تزامنا كما ذكرت في السابق هناك تعزيز للتواجد العسكري للجيش اللبناني ولدوريات قوات الطوارئ الدولية. وكما ذكرت في رسالة سابقة كان لافت اليوم وجود دوريات تسمى مراقبون لقوات الطوارئ الدولية، والتي عادة لا تخرج إلا في حالات استثنائية. تمكنا من رصد العديد من هذه الدوريات اليوم على طول المنطقة المتاخمة لمستعمرة المطلة. نعم. طالما ذكرت جويس دور قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل، أسألك عن هل ستأخذ هذه القوات دورا أكبر في الأيام المقبلة، خاصة وأن الأمريكيين كانوا يضغطون في هذا الاتجاه؟ يؤكد قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب على لسان الناطق باسم اليونيفيل بأن القوات الدولية ملتزمة بما ينص عليه القرار 1701 والذي يحدد عملها، وبالتالي لا يمكن لقوات الطوارئ تجاوز أي خطوة غير مكتوبة أو منصوص عنها في القرار الدولي. وبالتالي اليوم ما تقوم به قوات الطوارئ هو التنسيق المباشر إما مع الجيش اللبناني وإما مع السلطات الرسمية اللبنانية. ولكن في الأيام الماضية لاحظنا أن دوريات قوات الطوارئ كانت دائما تترافق مع دوريات للجيش اللبناني. عادة يمكن للعمل الميداني لقوات الطوارئ أن يكون إما فرديا من خلال دوريات خاصة بقوات الطوارئ وإما بدوريات يعني ثنائية مع الجيش اللبناني. في الأيام الماضية كانت تترافق دائما هذه الدوريات مع دوريات الجيش اللبناني. حتى في تغطياتنا الميدانية ريما هذه المرة كان الجيش اللبناني يصر على تواجد عناصر يعني لا أريد أن أقول لحمايتنا وإنما لمؤازرة الفرق الإعلامية المتواجدة هنا منعا لأي مضايقات يمكن أن تحصل ميدانيا. هذا الأمر لم نكن نشهده في الأيام والتغطيات السابقة. تساهل قيادة الجيش أيضا اليوم مع تعامل الصحفيين في هذه المنطقة ملفت. ولكن أكرر أن الدوريات التي تقوم بها القوات الدولية محصورة حصرا بما ينص عليه القرار 1701، وهذا كما تعلمين يحتاج إلى تعديل في مجلس الأمن وهو ما يبدو مستحيلا يعني في هذه الأجواء. شكرا لك جويس الحاج خوري، كما أشكر أمير الخطيب محمد شبارو وأحمد جردت. من جانبها أدانت حركة حماس في بيان لها الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية، وأكدت الحركة دعمها الكامل لحق لبنان وسوريا والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها. وأضافت أن المقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة. وكانت العملية في جنوب لبنان قد بدأت صباح اليوم بقصف مكثف للمدفعية الإسرائيلية لمناطق في الجنوب اللبناني. التفاصيل في هذا التقرير. هدوء غادر ذلك الذي يلف هذه التلال الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. ينكسر بين الفينة والأخرى حبل السلام القصير هنا فتتساقط القذائف الإسرائيلية ردا على عملية عسكرية تحمل بصمات حزب الله اللبناني، تم فيها استهداف آلية إسرائيلية بصواريخ موجهة يرجح أنها من طراز كورنيت في منطقة جبل روس قرب مزارع شبع المحتلة. الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط ما سماها عملية تخريبية على الحدود اللبنانية، ويؤكد أن جنوده خرجوا سالمين هذه المرة من هذه المواجهة، لعلها إشارات على نهاية سريعة لعملية خاطفة كان يمكن أن تنزلق بالمنطقة نحو مواجهة شاملة. الكل هنا يشحذ سلاحه، فالمعارك تندلع في كل الأوقات ودون إنذارات مسبقة. وحدهم رجال قوة اليونيفيل والمدنيون اللبنانيون من تأخذهم هذه العمليات على حين غرة.
تصمت المدافع إذانا بانتهاء جولة قصيرة في مواجهة طويلة ومعقدة. لبنان الرسمي يبدو أكبر الغائبين عن المواجهة الحالية التي طالما اعتبرت الحكومات اللبنانية ضيفا فيها وتفضل دائما الاحتفاظ بحق الرد، لكنها دائما لا ترد.